بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله. السيد المهندس الدكتور الخلوق الدؤوب خالد إيه عبد العزيز وزير الشباب والرياضة. السيد الأستاذ الدكتور الزميل العزيز رضا عبد السلام محافظ الشرقية. السيد المهندس يوسف مقلد رئيس مجلس إدارة جمعية سوق العمل. السيد المهندس توفيق عوض الله نائب رئيس مجلس إدارة جمعية سوق العمل. السيد المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية. السادة الأفاضل، السادة الحضور، السيدات والسادة، عدني ويشرفنا السيد الفاضل الدكتور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والسادة الحضور على أرض محافظة الدقهلية، وتشرف المحافظة بحضورهم ومشاركتهم هذا الملتقى الهام الذي ساهمت فيه بفاعلية جمعية سوق العمل بالدقهلية ومشاركة نخبة متميزة من الشركات والمؤسسات العاملة في محافظات الدقهلية الشرقية دمياط القاهرة الكبرى، وذلك تحت عنوان ملتقى التدريب والتشغيل. تم خلال الملتقى افتتاح معرض المنتجات المشروعات الصغيرة المتوسطة لشباب الخريجين، والواجب علينا جميعا أن نقدم كل الدعم والتحفيز للشباب أصحاب المشروعات لمساندتهم والعمل على دفعهم للأمام ليكونوا رجال أعمال كبار في المستقبل، حيث أن المستقبل الحقيقي هو للعمل الحر، وعلى جميع الشباب أن يتسلح بكافة الآليات التي تؤهله للانخراط في سوق العمل بعيدا عن الوظيفة الحكومية. السيدات والسادة الحضور، شكري وتقديري للسادة الحضور السيد الأستاذ الدكتور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لرعايته ودعمه ومشاركته بحضور هذا الملتقى، والقائمين على جمعية سوق العمل بالدقهلية وكافة الشركات والمؤسسات القائمة والمشاركة في الملتقى. وأتمنى أن يحقق هذا الملتقى الآمال والطموحات للشباب